السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات السادة المشاهدي قناة مصر الزراعية وبرنامج الأرض تحديدا، أهلا بكم في حلقة جديدة أيضا من خارج استديوهات مصر الزراعية ومن أكبر قلعة لصناعة الأعلاف في الشرق الأوسط، صناعة أعلاف الدواجن تحديدا وصناعة الأسماك. لما مجموعة اقتصادية كبيرة في مصر تضخ استثمارات قدرها 800 مليون جنيه في استثمار هي أساسا بتعمل فيه منذ أكثر من 30 سنة، فلا بد أن احنا نكون أمام نقطة فاصلة، أمام سؤال كبير جدا. يا ترى دي قفزة في الهواء، خاصة أن سوق مصر من الأعلاف بنقول أنه تشبع من فترة طويلة وتجاوز القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي كمان، ولا هي خطوة مدروسة بتتفق مع خطة الدولة؟ النهاردة جينا نصور في مصر الزراعية حلقة من افتتاح أكبر قلعة صناعة أعلاف في الشرق الأوسط، وده كلام حقيقي من خلال الأرقام أو من خلال اللي شفناه ومن خلال الأرقام اللي قالتها البنوك النهاردة في مدينة السادات الصناعية، وتحديداً لمجموعة الدقهلية للدواجن. مجموعة الدقهلية هي مجموعة متكاملة تعمل في مجال التنمية الزراعية وفي مجال الإنتاج الداجني المتكامل. يسعدني في بداية الحلقة النهاردة وفي الفقرة الأولى منها إن أنا أستضيف مدير عام المجموعة، ومعلوماتي أنه كان سبباً صغيراً في إنشاء هذا الكيان العظيم، مكملاً لشقيقه الأكبر وهو الرأس الاقتصادية والمفكرة المهندس محمود العناني. النهاردة ببدأ حلقتي معاكم بالدكتور عبد المنعم العناني. أهلا بحضرتك. أهلا بمحمد. إزاي حضرتك؟ أنا آسف على المقدمة المتواضعة، ما بحبش أجهز وما عنديش أي إعداد مسبق ولا سكريبت، بس أنا أعتقد أن حضرتك لأول مرة هتتكلم لقناة مصر الزراعية، ده لو ما كنتش أنا غلطان، وعشان كده أنا قلت لك النهاردة لو ما سجلتش معاك أنا هترفض. هي بصراحة مصادفة يعني، أو الحوار اللي أنا يعني عملته معاك على هامش الافتتاح قبل السيد المحافظ وقبل نائبة الوزيرة ما تيجي كان حوار غني جدا بمعلومات، ما حبيتش أحرم المشاهد والعامل في هذا المجال في الصناعة سواء مربي أو منتج كبير أو صغير من المعلومات دي. الصناعة راح فين؟ هو الصناعة إن شاء الله راح لكل خير. يعني هو عموما يعني هو صناعة الدواجن على مستوى العالم كله، وطبعا يعني على مستوى مصر، إنه العالم كله بيتجه إلى هو انخفاض في استهلاك اللحوم الحمراء وزيادة في الاستهلاك في اللحوم البيضاء. اللحوم البيضاء طبعا متمثلة في الدواجن والأسماك، ده توجه عالمي. يعني مصر من أقل الدول إنتاجاً واستهلاكاً للحوم البيضاء، يعني إحنا الفرد في مصر حصته في حدود 11 كيلو، في دول سابقانا ب 40 أو 45 كيلو وأكثر كمان. ومصر محتاجة مشاريع ضعف، أعتقد الخليج 40 كيلو للفرد، 40 أمريكا كيلو. وأوروبا أكثر من 60 كيلو، من كيلو. نعم. من كده احنا طبعا يعني المشكلة الأساسية إن احنا المفروض يبقى عندنا طموح. يعني احنا دولة حاليا 100 مليون، بنزيد تقريبا ما بين 2 ل 3 مليون تقريبا كل سنة، يعني بنزيد دولة تقريبا كل سنة. الصناعة محتاجة انتاج اكثر بكثير. يعني احنا المفروض ان احنا يعني محتاجين مزارع، محتاجين مشاريع، محتاجين انتاج اكثر علشان طبعا نسد الفجوة دي، لانه اللحوم الحمراء مكلفة جدا، لحوم الدواجن أرخص بكتير من اللحوم الحمراء طبعا، مع الأسماك تستهلك مية أقل كمان، أعتقد تستهلك مية أقل، صحيا أحسن بكتير جدا جدا على الكلى لا كوليسترول ولا دهون ثلاثية طبعا طبعا طبعا. يعني ده صحيا يعني معروف يعني أن اللحوم البيضاء يعني متمثلة في كل العائلة دي اللي هو الدواجن والأسماك والأرانب، يعني بعيدا عن اللحوم الحمراء يعني تصلح يعني لجميع الاعمار من الطفل الى الشيخ. بالضبط كده. يعني صناعه الدواجن في مصر هي المشكله الاساسيه بتاعتنا، اللي هو تحمل المسؤوليه. تحمل المسؤوليه احنا كمربين وكدوله كوزاره مسؤوله وكمنتجين واصحاب شركات، ان هو يعني مشكله صناعه الدواجن حاليا ان القضيه دايما الناس بتتكلم عليها، اللي هو المشكله حاليا في الشتاء او المشكله بتاعت انه عندنا انفلونزا طيور او شيء من هذا القبيل. يعني
الموضوع ده حلوله بسيطة جدا، يعني لأنه العالم كله بيتطور. يعني على سبيل المثال لو احنا خدنا اللي هو بداية موضوع المصنع والهدف منه، يعني السلالات العالمية بتتطور جدا. الفراخ احنا اول احنا بدأنا سنة 1983 كان معامل التحويل يمكن كان 2.5 الواحد، يعني 2.5 كيلو علف لكيلو لحم او اكثر، يعني كان 2.7 يمكن. دلوقتي احنا في كيلو 8.10 كيلو 7.10. العالم دلوقتي بيتكلم في 1.4 1.45 1.5. خلال الافتتاح النهارده المهندس محمود اتكلم عن انه بالفعل اعلافكم النهارده ومصنعكم النهارده والنوهاو اللي في اعلافكم النهارده او التكنولوجيا بتاعتكم بتضمن معدل عالمي غير مسبوق اللي هو 1.4 كيلو كيلو علف لكل كيلو لحم. لكيلو لحم طبعا ده بيتحقق يعني عند عمر بدري اللي هو 28 يوم اللي هو في نهايه الاسبوع الرابع، ان هي بتدي، لان هو السلالات العالميه ان جنرال جيناتيك قوتها بتزيد جدا. يعني السلالات سواء بقى الرص او الكوبا او الاربوريكر او الانديا ريفر، كل السلالات يعني عموما ان جنرال كله بيحسن في الليفل بتاع ده محمد. تحسين وراثي في قصر عمر انتاج الدجاجه بالضبط. هو ده هو ده طبعا ده يعني عشان بس الناس تفهم الموضوع صح، انه الموضوع ده هو عباره عن سيلكتيف او عمليه انتخاب. هو بياخد يعني افضل في اللي هو المرحله اللي هي بتاعه الاصول، وبيبدا ياخد افضل انواع الذكور مع افضل انواع الاناث، ويبدا يعمل جدود ماتش، يعمل جدود ومن الجدود يعمل الامهات، ومن الامهات يعمل التسمين. فالسلسله دي ماشيه في اتجاه اللي هو الاتجاه الغزاره في الانتاج وسرعه الانتاج وقله زمن الانتاج. يعني مفهومنا في مصر انه الدجاجه اللي عمرها 28 الى 30 الى 35 يوم دي يعني دجاجه صالحه جدا للاكل، مكتمله البناء والنمو، كل العناصر سليم فيها، بعناصر غذائيه، بوجبه غذائيه سليمه ومدروسه، بمعامل تحويل مدروس مصروف عليه مئات الملايين من الجنيهات عشان اوصل اقصر عمر التربيه. زي زمان كنا بالكتكوت نقعد نربي فيه 6-7 شهور علشان يبقى حته حاجه صغيره كده ناكلها. هو كده هو اللي بيمتلك الشركات دي او اصول هذه الشركات، شركات عالميه يعني منها بريتش بتروليوم او شركات عملاقه، هي اللي بتتولى او بتصرف على طبعا. والام او الجده دي عمرها عمر يوم بتتباع ب $45، يعني طبعا شيء بيفوق الخيال في الايه في التكلفه. هو بيصرف على النو هاو ده، بيصرف على التجارب، على الجينيتك انجينير. دول ناس يعني الحقيقه احنا المفروض احنا جزء من سلسله ناجحه. احنا بادئين في مصر فينا يا فندم، سواء الدقاليه او غيرها، هل بنعمل جدود ولا بنبدا من احنا مصر بالجدود؟ يعني مصر بتبدا مرحله الجدود. يعني في شركات جدود، ولكن الاصول بتمتلكها شركات اللي هي الشركات العالميه اللي بتقدر تصرف عليها، لان طبعا مكلفه جدا وفيها تكلفة عالية جدا. يعني فأنا بقول لحضرتك عن المشكلة بتاعت مصر متمثلة في أنه الفترة بتاعت الشتاء الجو بيبرد جدا، المزارع بتاعت مصر معظمها مش مجهزة، فالفراخ بيجي لها التهابات رئوية نتيجة انخفاض درجة الحرارة، بتصاب بالالتهاب الرئوي، ثم أمراض فيروسية لا تعد ولا تحصى، بتؤدي إلى نسبة عالية جدا من النفوق، بتقلل المعروض، بيزيد السعر في فترة الشتاء. احنا انا دخلت كتكوت لو صرفت عليها 10000 جنيه، 1000 كتكوت صرفت عليهم 10000 جنيه وطلعوا 10000 دجاجة كاملة، غير ما ادخل 1000 كتكوت يطلعوا 200 او 500 وصرفت عليهم نفس المبلغ، وبالتالي كده التكلفة ارتفعت قوي. هي كده، هو المشكلة انه احنا المزارع محتاجة تتعزل حراريا، لان احنا درجة الحرارة في مصر بتنزل لاقل من الصفر احيانا، وبترتفع لأكثر من 45 في الصيف. العزل الحراري مع عملية المينو فنتيليشن، مع عملية التانل فنتيليشن، مع عملية التحديث، أولا هنكسب إن احنا المشاكل المرضية تنتهي تماما. إيه العائد منه مقابل التكلفة بتاع العزل؟ لأن واحد يقول لك أنا عمبارة أنا على قد وما أقدرش أعزل. العائد منه إيه المغري مقابل إن أنا أستثمر تكلفة في العزل وتطوير العنبر بتاعي للمستوى المتطور؟ اول عائد ان انا هضاعف الكثافه،
يعني انا اللي بيربي 10 على المتر هيربي 20 18 على المتر. ادي اول عام. يبقى في عوامل ثابته كتير متوزعه على 20 طائر في المتر بدل ما هي متوزعه على 10 على 9 و10 في المتر. الحاجه الثانيه انه نفس ال 20 على المتر هياخد او اللي هو لو انا عزلت وحاطط 10 هاخد 50% من السولار بتاع الايه الاستهلاك. طب لو حطيت 20 فبقى 25% من السولار. فانا وفرت 25% من السولار من الطاقه المستخدمه من الطاقه المستخدمه. ودي ودي النهارده مكلفه جدا فلوس. طبعا طبعا المزرعه المفتوحه دي تستهلك احيانا 2 لتر للطائر الواحد. هينزل لنص لتر لاثنين طائر. يعني 2 لتر للطائر ينزلوا لنص لتر للطائر. فطبعا دي شوف يعني هو قيمه مضافه عاليه جدا. هو المشكله احنا مجتمع لا بنحب التغيير ولا بنحب نتحرك ولا بنحترم العلم. ودي مشكله كبيره جدا. احنا محتاجين الثقافه دي تنتشر. يعني احنا لكن هل المربي الصغير دكتور مع احترام لحضرتك قادر فعلا على انه يطور عنبره في المكان اللي هو فيه بالتكنولوجيا الجديده دي؟ وانا مش شايف ان دي تكنولوجيا، ده مجرد عزل. هو بص الموضوع بسيط جدا. احنا اتكلمنا فيه كتير ونشرناه وعاملين ويب سايت للموضوع ده مخصوص. موضوع بسيط جدا. انا بقفل الشبابيك بنص طوبه، بحط طبقه صوف صخري وبحط نص طوبه ثانيه، فبقى عندي جدارين بينهم صوف صخري. فلو درجه الحراره بره 50 وانا عايزها جوه 20 في دقائق هوصلها. لو درجه الحراره بره صفر وانا عايزها 30 في دقيقه هوصلها. اذا دي في الشبابيك بس ولا في المبنى كله؟ دي اللي هو الحوائط. الحوائط كلها. ولذلك هو العنابر ايه الفرق بين يعني روسيا مثلا او بلاد الاوروبيه، البلاد القريبه من القطب، انها درجه الحراره فروزن عندهم ناقص 40 درجه وبيربي الفراخ عايزها 30 درجه وباقل كميه غاز او تدفئه بيوصل لها. احنا لازم نعمل كده. ده موضوع بسيط احنا بنعمله. والتكلفة بتاعة الموضوع ده يعني وفر سولار بتاع 3 دورات يكلف المزرعة. يعني التكلفة نصنج. يعني أي حد في الموضوع ده أنا مكلف هو كسل بس. أساسا كمان فيه ضمان استثمار لكل سعر حراري موجود ده بتحول للحم. طبعا مش طبعا ما هو ولا أنا معلوماتي دي. هو أنا النهاردة بص إحنا هنرجع بقى للفكرة بتاعة المصنع والفكره بتاعه السلاله. بقى احنا النهارده انا المصنع ده بكل التكنولوجي اللي فيه فقط لان هو العالم كله هو عايز كده. هو ده اتجاه العالم. اتجاه العالم انا هو ايه الفكره ان انا النهارده الفرخ ده وراثيا هو جاهز لهذا الكلام. خلاص انت بتدي له علف فيه نسب بروتين، نسب طاقه، احماض امينيه، املاح، كالسيوم، فوسفور. المصنع ده الفرخ ده عباره عن مصنع لحم. الكلام ده انا مثلا لما بحضر مؤتمرات او بحضر مؤتمرات علميه او حضرتك تقرا في البتاع ده في السابق وفي اللاحق، يعني المفروض ان احنا مثلا سنه 2025 نفس الفراخ دي جيناتيك هتجيب نفس الوزن المفترض من سنه 25 لسنه 30 نصل ان احنا نجيب نفس الوزن 15 لا هنجيب اعلى هنجيب اعلى من نص كيلو الى كيلو على نفس الزمن. على نفس الزمن خلاص. يعني انا عشان اجيب وزن اعلى على نفس الزمن يبقى معنى كده ان انا هجيب الوزن الحالي على زمن اقل. ده مصنع هو محتاج. الفرخ ده عباره عن زي العماره العشر ادوار. انت العماره دي لو اساساتها مش كويسه مش هتشيل. فالفرخ محتاج يعني نسبه كالسيوم اعلى، نسبه فوسفور اعلى، امتصاصه في القناة الهضمية بتاعته لازم تكون سليمة بنسبة 100%. الرئتين بتاعتها الجهاز التنفسي لازم يكون سليم بنسبة 100%. كمية لأن هو احنا النظرية العلمية بتقول إن أنا بدي علف مية والأكسجين يحرق علشان يحولها إلى لحم. دي النظرية. أنا كمية الأكسجين وكمية الامتصاص بتاعة اللحم هي ده التحدي اللي احنا بنشتغل عليه. إن أنا الأمعاء بتاعة الفرخ لازم تكون 100% سليمة. ان انا كمية الاكسجين وسرعة الهواء وكمية الهواء اللي داخله حسب العمر وحسب الزمن. يعني انا سرعة الهواء في الصيف ودرجة الحرارة بره 50 لازم تبقى 2.5 متر على الثانية. سرعة الهواء ودرجة الحرارة بره صفر لا تزيد عن 0.5 متر في الثانية. فالحتتين العلاقتين دول انا بهو عرضي بمينو وبنتيليشن. فانا الفرخ محتاج كمية اكسجين بكمية هواء معينة حسب العدد وحسب كمية اللحم وحسب العمر. أنا الجهاز هو بيدي للفرخ كل هذا الكلام أوتوماتيك. أنا إذا حققت للفرخ ده كل مدخلاته هيديني مخرجات اللي هو زي الكتالوج بل أعلى من الكتالوج. يعني هما بيدوا أفريج، إحنا بنجيب أعلى من الأفريج لو
حققنا ليها بقى سواء كانت ام او فرخه تسمين او فرخه بيض مائده تدي اعلى من الكتالوج، لو انا حققت لها كل المناخ المطلوب وان يبقى امعائها سليمه ويبقى الجهاز المناعي بتاعها سليم ويبقى الجهاز التنفسي سليم. كل الكلام ده عبارة عن هي مجموعة، يعني زي ما بيقولوا إدارة شاملة تؤدي إلى جودة شاملة تؤدي إلى يعني شيء غير مسبوق اقتصاديا بالنسبة للمربي وبالنسبة للدولة. يعني أنا النهاردة مضاعف الإنتاجية وأقصر مدة الزمن وأقل، لأن كل في الكلام ده هتديني في الآخر تكلفة. يعني في النهاية احنا بنقسم التكلفة على المنتج النهائي. كل ما زادت كمية اللحم اللي منتجة بتقلل كمية بتقلل تكلفة الكيلو، وده التحدي ان انا اقلل النافع، ان انا اقلل تكلفة الكيلو، ان انا اقلل زمن التربية، ان انا اشتغل بدون مضادات حيوية، ان انا انتج فراخ بدون استخدام مضادات حيوية، لان كل هذا الكلام هو ده اتجاه العالم الوقتي. ده اتجاه العالم لانتاج دواجن بدون مضادات حيوية. هو القضية كلها، ودايما احنا بنقول هو مشكلتنا اهمال وليس الا، يعني هو عباره عن انا مش يعني لا يعني درجه الحراره ما تبقى صفر ودرجه الحراره ما تبقى 45 انا اتصرف هنا ازاي واتصرف هنا ازاي. ده كائن، هو مش دعوه. طب دي يا دكتور اهمال ولا قله حيله للمربي؟ هو انا اهمال. بتكلم على السواد الاعظم بالنسبه للعظمى من المربين اللي نسبتهم 70% اللي هم صغار المربين. بص يقدروا يحققوا ده بسهوله جدا لو عايز. لو عايز هيحقق. هو مش عايز، هو عايز يعلق المشكله في رقبه الدوله ان في كذا وان في امراض وان احنا عايزين مصانع مش احنا عايزين تحصينات. وهو الموضوع لا، هو الموضوع اهمال. والفراخ بتبرد في الشتاء، جيلها التهابات رئويه، تجيب امراض فيروسيه، نزلت المناعه فسمحت لكل واحد خلاص. داخل خلاص. لكن انا النهارده انا عندي مزارع بتنتج بتجيب 2% نافع، بتجيب معامل تحويل مثلا 1.4 على 28 يوم ان شاء الله، بتجيب بتعدي 3 كيلو في الوزن لو وصلت 38 او 40 كيلو 48 يوم. يوم يعني انا لو وفرت يومين بس علف في الدوره شوف لقطيع 10,000 فرخه، شوف ده انت بتوفر قد ايه. دكتور بدات في صناعه الاعلاف من اول خطوه سنه 1981 اعتقد في ضماس، وكان مصنع تقليدي اللي هو الجرش والطحن والتوليف والتركيب والتعبئة. انتقلت إلى العلف المحبب أعتقد سنة 2004 في نفس المكان، توسعة في ضماس. ما هو المبرر الرئيسي والمباشر لتدشين قلعة قوامها 800 مليون جنيه النهاردة بتنتج 3400 طن كل شمس كل يوم؟ هل هي قفزة في الهواء ولا دي دراسة يعني وفق يعني خطة مدروسة بتتفق مع خطة الدولة؟ بص حضرتك، هو طبعا بداية يعني دي خطة مدروسة بتتفق مع خطة الدولة. يعني احنا بلد يعني بتحكمها قيادة سياسية طموحة جدا، عندها رؤية عالية جدا، شبكة طرق على أعلى مستوى، كهرباء، شيء يعني أشياء غير مسبوقة. بس هي القضية كلها إنه كل إنسان يفهم القيمة أو الفاليو بتاع هذا الكلام. يعني اللي الدولة بتعمله عملته ألمانيا، عملته أمريكا، عملته اليابان بعد ما تهدوا في الحرب العالمية الثانية. هو نفس إحنا مصر ماشي على نفس النهج، شبكة طرق على أعلى مستوى، طاقة على أعلى مستوى، الاتجاه للتعليم والصحة على أعلى مستوى. إحنا فقط إحنا الـ 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 الشيء اللي أنا بتكلم يعني عن شركة الدقهلية، عن كل الناس العاملين في شركة الدقهلية، عن يعني الفلسفة العامة إنه دايما أي إنسان بيتحمل مسؤوليته كاملة يؤدي إلى إيه؟ إلى النجاح بهذا الشكل يعني. فالاتجاه الدولة إن هي تسد الفجوة بتاعت البروتين الغذائية في الفجوة الغذائية دي لازم يحصل فيها توسع رأسي مع التوسع الأفقي. لأن احنا طبعا احنا عايشين تقريبا بقالنا سنين طويلة، عشرات السنين، على 6% من المساحة. احنا الحمد لله دلوقتي احنا يمكن وصلنا يمكن ل12. المفروض المخطط ان احنا نوصل 40%. المفروض انه احنا بنتسع أفقي ولا بد ان نتسع رأسي، اللي هو اللي هو التوسع الرأسي داخل كل منشأة.
على سبيل المثال المصنع ده ليه بقى زي نرجع تاني للقصة كلها زي ما أنا حكيت لحضرتك، الفراخ دي هي محتاجة أمعاء سليمة، محتاجة جهاز تنفسي سليم، محتاجة جهاز مناعي قوي، محتاجة جهاز هيكل عظمي قوي علشان وكل الأجهزة علشان تقدر إيه تديك كمية اللحم دي بالسرعة دي في الزمن القصير ده. فأنت النهاردة الفرخ ده محتاج إيه؟ هو محتاج علف بحجم سايزنج يعني كمية الحجم العلف نفسه ونسبة بروتين الطاقة اللي فيه الفيتامينات والأملاح نسبة الرطوبة تتناسب مع عمر الفرخ. لو أنا اديت الفرخ ده العلف ده بالجودة دي مع البيئة مع في بكثافة احنا بنربي 22 على المتر، المتر بيدي 40 كيلو لحم، بيدي اول اسبوع كل كيلو علف يديك كيلو لحم، كل كيلو علف يدي كيلو لحم. يعني المزرعة لو بتاخد 20 او 30 او 100 طن علف بعد 7 ايام يدوك نفس الكمية لحم، يبدا المعدل التحويل يقل كل ما كبر يعني العمر بيزيد تدي 1.2 وبعدين 1.3 وبعدين 1.4 وبعدين بهذا الشكل كل الايه العمر ما يزيد. فالشطاره ان انا اجيب اعلى وزن في الفتره الاولى. الشيء الاهم بقى ان اول 100 ساعه من عمر الفرخ اللي هو اول 4 ايام تقريبا بيتكون عدد الخلايا التي لا تزيد بعد ذلك. فانا النهارده لا هتنقسم هتكبر هتصغر هتستثمرها بس خلاص. يعني انا عدد الخلايا اللي انا كونتها جبت راس مالي كله في الاسبوع عدد الخلايا اتكونت بقت فيكسد بقى انا هي بتزيد بقى فانا اوصل للكلام ده ازاي كمساحات علف؟ العلف لازم يكون حجمه متناسق وهنا بقى القصه بتاعه النوهه وبتاع المصنع ده ليه بقى 800 مليون وليه المصاريف دي وليه كل هذا الكلام؟ لانه الشركة بولر دي على فكرة شركة من الشركات اللي هي الرائدة، يعني أنا بنتكلم حاجة زي تويوتا زي بوينج بهذا الوضع في كإمكانيات وكنوهاو. المكبس بتاع بولر أو عملية اللي قبلها عملية الطبخ بتاعة العلف عندنا إحنا في المصنع القديم عملية الطبخ إحنا بنتكلم فيه 15 ثانية، إحنا هنا بنتكلم إجمالا 3 دقايق 180 ثانية اللي هي عملية الكونديشنر اللي هي كاملة لوحدها دي بنتكلم في حوالي 90 ثانية. فالزمن ده زمن الطبخ اللي هو كمية البخار اللي هي على درجة حرارة 85 ل 90 درجة بتعمل عملية طبخ كامل للعلف، لا مجال للسموم فطرية، لا مجال خالص لبكتيريا، لا مجال لأي شيء. فعملية الطبخ دي بعد كده هو ما بيتكبس وبعدين بنعمل له عملية كرامبلينج بطحنه تاني عشان اعمل له عمليه سايزنج. احنا بنعلف العلف من بالمليمتر كده لان احنا البليتايزنج 3.5 ملي بيطلع بيتجرش، بعدين بنعمل له عمليه سيفنج هز وبناخد اللي هو 1.2 مليمتر اللي هو الكميه الصغيره ده للكتكوت عمر يوم وبعدين تزيد ل 1.3 بعدين 1.5 وبعدين 1.7 وبعدين 1.9 كل ده مع تطور عمر الفرخ. نعم. الكلام ده لازم انا بديله بيسموه اللي هو البري ستارتر العلف السوبر البادي وبعدين علف بادي وبعدين علف نامي مفتت وبعدين علف ناهي. فانا بديله العلف السوبر بادي والبادي في 5 احجام والنامي في حجمين والناهي في حجم واحد. وده الجديد في التكنولوجيا هو ده الجديد انا النهارده لما اجي اطلع علف 1.3 او 1.2 اللي هو 1.2 او 1.3 حجم ده المكبس بينزل طاقته من 40 طن الى تقريبا 8 طن في الساعه. خلاص؟ بس انا بقى اتكلفت تكلفه راس ماليه كبيره جدا في الانتاج عشان اطلع منتج جيد. لازم الفرخ ده علشان مكنه اللحم دي تاخد المدخلات بتاعتها صح عشان يديني مخرج صح. وده الجديد في المصنع بدون هذا الكلام احنا بنخبط دماغنا في الحيط. طيب حضرتك معلش انت بتنتج علشان مربي، هل عندك حمله فنيه او حمله ارشاديه تابعه لجهاز التسويق بتاع الدقهليه يفهم الاند يوزر او المربي النهائي بالكلام اللي حضرتك بتقوله ده، ولا هو برضه هيبقى ملتزم بالثلاثة اللي بنسمعهم بادي نامي نائي؟ لا 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 احنا عندنا تقريبا يعني اكبر مجموعة يعني الحمد لله احنا بنعتز بهذا الكلام
لان هو المبدا اللي احنا عايشين عشانه هو مبدا لله وحده سبحانه وتعالى، هو مبدا يعني انساني، مبدا ادبي، مبدا شرعي، مبدا قانوني. ان الانسان دايما احنا بنقول للناس كل التيم بتاعنا انت قاضي حكم في مكانك، انت فاصل ما بيننا وما بين الراجل ده، هو شريكنا، هو شريك حياه. اي خطا هيتم مننا او اي شيء مقصود او غير مقصود هو في رقبتنا امام الله. دي خدمات ما بعد البيع. فالخدمه دي احنا بنديها خدمه ما قبل وما بعد البيع، ما قبل وما بعد، ازاي طهر، ازاي ربي، ازاي كذا، يعني احنا بنعمل دايما، احنا بنعمل اللي هي ندوات ارشاديه وندوات تثقيفيه اولا لكل التيم بتاعنا. دي المسؤوليه المجتمعيه والشرعيه اللي اتكلم عنها معالي المحافظ لواء اركان حرب محافظ المنوفية أثناء حفل الافتتاح، وقال عليكم كلمة حلوة قوي، قال كل اللي بيطعم فم في مصر أرفع له القبعة. أنا في نهاية فقرتي دي بشكرك جدا المخرج مشوار، لحضرتك خدت 5 دقايق زيادة على، بس أنا اللي كنت حابب إن أنا أطول، معلومات سريعة جدا. أنا بشكر حضرتك دكتور عبد المنعم. بشكرك يعني، ويعني وكل سنة وحضرتك طيبين. وحضرتك بخير الله يكرمك. وشرفتونا يعني. حضرات السادة المشاهدين، فاصل أشوف فيه السيد المحافظ قال إيه أثناء الافتتاح على الكلمتين دهم تحديدا، وراجعين لكم، خليكم معايا لسه عندنا فقرتين. رب كل إنسان يطعم فم ربنا يبارك فيه ويزوده كمان وكمان بالعمل. الدول بتبنى بثلاث حاجات، بتبنى بالعمل والدم والصبر. طب فما بالك بالعمل والدم والصبر. هو دم الشعر ده مش بناء وطن؟ الصبر على ايه؟ صبر على العمل والصبر على الدم. بناء الدول ده حاجة، الدولة دي حاجة، يعني حاجة تانية. مفهوم الدولة ده ياريت كل واحد فينا يفهم يعني ايه دولة، عشان يعرف الرجل الشهيد ده اللي انا عشت معاهم سنين وبطلع معاهم مدامات، والله ما في شهيد بينام بيموت الا وهو مبتسم.